الفورمولا 1 والسيارات الصحراوية كلاهما يحتوي على محرك وأربع إطارات، وبالنسبة لي مع وجود اختلافات بين النوعين في الأداء والشكل والاستخدام، فكلاهما من رياضات المحركات التي يفضلها ويقبل عليها الشباب. الفورمولا 1 ساعدتنا كعاملين في سوق المحركات على زيادة المبيعات من الدراجات الصحراوية وأيضا الراليات. كل رياضات المحركات ساعدت بشكل عام في دفع المبيعات إلى الأمام. المبيعات تغيرت ولكنها ليست كل شيء. جميع الأشخاص يتحدثون عن المبيعات. بالطبع نريد بيع أعداد كبيرة من منتجاتنا، ولكن أيضا نريد منح الآخرين مستوى حياة مختلف. أعتقد أن المستهلك في الإمارات ودول الخليج العربي بوجه عام أصبح لديه علم تام بكافة المنتجات ومعدلاتها البيعية، ودعني أقول لك أنني أشاهد يوميا وجوها جديدة وراكبين جدد للدراجات وأشخاص يدخلون المجال لأول مرة. بالطبع أود دعوتك في رحلة صحراوية مع دراجاتنا، وبالتحديد في نهاية الأسبوع، لتشاهد التقنية الحديثة في عالم المحركات وخاصة محركات الطرق. الجانب